قتل 13 شخصا بالرصاص في هجوم نسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، على ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس بريس، باستمرار للعنف المتصاعد في الولاية منذ الشهر الماضي. بحسب وسائل إعلام محلية سودانية، فقد لقي ما لا يقل عن 124 مدنيا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما نزح حوالي 119,400 شخص من ولاية الجزيرة في السودان نتيجة موجة العنف المسلح والهجمات التي شهدتها المنطقة على مدار الأيام العشر الماضية، حيث هاجم مسلحون 6 مرافق صحية على الأقل، وأدى ذلك إلى تعطيل تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، خاصة الجراحية والتوليدية وفق إعلام محلي. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إن التقارير تؤكد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة تواصل الصراع المسلح. فيما أفادت وزارة الصحة في ولاية الجزيرة أن أكثر من 27 امرأة وفتاة تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل مسلحين. تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة المشهد سالي بابكر من ولاية نهر النيل. سالي، أبدأ معك إذن من آخر التطورات، ما يجري في ولاية الجزيرة من تصعيد. نعم لين، يعني بالفعل يعني ما يجري الآن من انتهاكات كبيرة جدا وانتهاكات واسعة تقوم بها قوات الدعم السريع بحسب المراقبين في وبحسب الأهالي أيضا في ولاية الجزيرة وسط السودان وبالتحديد شرق الجزيرة، يعني منذ أكثر من 3 أسابيع تقريبا، وهجوم متكرر من قبل قوات الدعم السريع على قرى ومناطق شرق الجزيرة ونزوح غالبية سكانها وانتهاكات واسعة من أعمال يعني ضرب وقتل ونهب للمدنيين وايضا استهداف للمراكز الصحيه والمرافق الحيويه والصحيه في هذه المناطق. اليوم بالتحديد يعني هنالك ايضا تجدد للهجوم من قبل قوات الدعم السريع على منطقه او مدينه الهلاليه الواقعه في شرق الجزيره، والتي يعني لا زالت بها اعداد من المدنيين بالرغم من يعني نزوح غالبيه سكان هذه المنطقه ومناطق اخرى، يعني اصبحت الان شبه خالي من سكانها ومن مظاهر الحياه الى هذه المنطقه من المناطق التي كانت يعني آمنة إلى حد ما، ونزح إليها أيضا من المدنيين من قرى ومناطق أخرى في شرق الجزيرة يعني الاحتماء داخل هذه المنطقة، ولكن يعني هذه المنطقة هي محاصرة الآن من قبل ومطوقة بالقوة العسكرية من قبل قوات الدعم السريع منذ 10 أيام تقريبا، وأعداد من المدنيين داخل هذه المنطقة لا يستطيعون الخروج، حتى الذين استطاعوا الخروج والنزوح من هذه المنطقة وسط مخاوف، يعني حركتهم كانت ونزوحهم هو كان محفوف بمخاطر كبيرة جدا جدا يعني ومعاناة كبيرة جدا في الحصول على المياه وعلى الغذاء وعلى الدواء، وكذلك أيضا مخاطر أمنية يعني تحيط بهم من كل مكان، يعني أعداد منهم استطاعوا الخروج وأعداد منهم لا زالوا محاصرين داخل هذه المنطقة. أيضا اليوم كان هنالك إطلاق للرصاص بشكل عشوائي على المدنيين في هذه المنطقة، حيث أصيب أكثر من 30 مدنيا في منطقة الهلالية وسقط 12 قتيلا في هذه المنطقة أيضا، التي أيضا هي الآن يعني منقطع عنها تماما الاتصالات، حتى بعض الأهالي خارج هذه المنطقة لا يستطيعون التواصل مع أهاليهم في هذه يعني المنطقة والمناطق المحيطة بها، كذلك انقطاع في التيار الكهربائي وفي المياه. إذا هي لنا أوضاع أمنية صعبة جدا وكذلك أوضاع إنسانية وصحية أيضا كارثية حقيقة في ولاية الجزيرة وبالتحديد شرق الجزيرة مؤخرا. نعم. طيب باختصار الوضع الصحي. الوضع الصحي كما ذكرت قبل قليل يعني هو وضع كارثي حقيقة، لأن خاصة في ظل انتشار هذه الأمراض الآن من حمى الضنك وأيضا من مرض الكوليرا، سواء كان في ولاية الجزيرة أو في ولاية القضارف أو في ولاية الخرطوم، أيضا يعني ارتفاع حالات الإصابة بهذه الأمراض لا زالت يعني وسط نقص في المعينات الطبية ونقص أيضا في المستلزمات والأدوية اللازمة لمعالجة المرضى. فالوضع الإنساني والوضع الصحي كارثة حقيقة في المناطق، خاصة التي تشهد نزاع مستمر، يعني نسبة لانقطاع المعينات الطبية وكذلك نسبة لانقطاع المواد الغذائية التي لا تستطيع المنظمات إيصالها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية في هذه المناطق. سالي بابكر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من ولاية نهر النيل.